الصحة والسلامة. تعود الأيام الكبيرة المحترمة في رمضان الكريم في معرض أهل رمضان، معرض الغرفة التجارية بشرم الشيخ. المعروضات كلها سواء نكون طازجة أو أسماك من بيت الجليون اللي شرفنا الرئيس بفتحها قريبا، بقول منتجة نزل السوق أسعار مميزة وأسعار جميلة جدا. نيجي للتمور في المعرض، الناس في الشهر الكريم التمور موجودة بدءا من 6 جنيه في الكيلو، 6 جنيه و7 جنيه و8 جنيه و10 جنيه و14 جنيه، في حين ان اقل سعر في السوق بيعمل 20 جنيه و25 جنيه. يعني في فرق بين البلح التمر المعقول 5 جنيه 6 جنيه في الكيلو، فرق في التمر. الياميش موجود كله كامل في المعرض، في اقبال غير عادي مع ملاحظه ان احنا بنصور الظهر، فده اللي مخلي الاقبال مش قوي مع الرغم ان المعرض مليان بالناس. دايما 5 جنيه في كل كيلو، في كل نوع، يعني ابو 11 ابو 12، دايما الفرق 5 جنيه. 5 جنيه في البلح؟ 5 جنيه في البلح. لو سمحت ربنا يجيبوا برجر من الاسكول علشان الناس تاكل. اللحمه ب 85 بتيجي عندنا في برجر برونو، البلح الحلو ده، البسكوت اللي نازل في اسعاره ده، الحاجات دي الحاله تنزل برجر برونو. لا ما فيش، لا في كفر الشيخ بس. يعني الحاجات دي موجوده، انت شفتيها بالصدفه؟ شايفاها بالصدفه، انا جايه هنا بالصدفه، انا جايه للدكتور هنا بديله كل الصدفه. بالصدفه يعني شفت الحاجات دي بالصدفه. طب الحاجات دي رخيصه عن السوق؟ لا رخيصه عن السوق. طيب قول لي بقى رساله، لا قولي رساله للمحافظ كفر الشيخ، انت عايزه ايه؟ اطلبوا مني، انا اطلب من المحافظ كفر الشيخ لما عامل معرض هنا يعملوا برجر برونو.